رحلة عذاب جديدة يسارعون الركوب على متنها، علماً بأن المصير مجهول. السماء من فوقهم مزدحمة، والأرض من تحتهم تحمل أحزانهم ومآسيهم. عين على المستقبل وأخرى لا ترى إلا حلم العودة ولو بعد حين. وسائل نزوحهم اختلفت، لكن هذه الفتاة بقيت متمسكة بحقيبة صغيرة ربما حملت بداخلها أحلاماً داقت الأرض بحملها. أما هنا حضن أم لملم حنان كون لعله يخفف مصائب حياة اختفت ألوانها بنظر ربيعها. الطرقات الآمنة جنوباً لم تعد آمنة وبشهادة أحد النازحين. قنصات قدامي والدبابات والجنود، أنا قلت خلاص هاي النهاية، أنا هاي النهاية. بأجوبة بأجوبة والله بلطف الله عز وجل، بلطف الله أنا نجوت. حال النازحين على أرضهم في المدارس التابعة للأمم المتحدة متردن، والدليل افتقار هؤلاء لأدنى مقومات الحياة. احنا شردنا من دون تدمرنا ودون تدمرت، ولا ضل دور ولا دار شارع ولا دار حياة، وهينا جينا في المدارس ولا ملاقين مي ولا أكل ولا شرب ولا ملاقين أي حاجة. حتى الأمان لم يعد متوفرا هنا بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية باحة مدرسة تابعة للأونروا. جينا على المدرسة على سبيل إن الأمان موجود بقلب المدرسة هذه، والمدرسة هذه صارت رعب وخبطوا نص ساعة المدرسة خبطونا صاروخ. بين القصف شمالا والنزوح جنوبا تبقى براءة هؤلاء الأطفال تبعث أملا رغم قلته. إياد حمود، الحدث.